منذ عدة عقود تتكرر الكوارث الطبيعية، وهناك إدراك للتغيرات المناخية العالمية ولا سيما التغير المناخي، وهذا جعل الأسرة الدولية والفاعلين السياسيين يدركون هشاشة المجتمعات والأفراد. وهذا صحيح عندما ننظر إلى التفاوت في التنمية، إذ أننا ندرك بأن سوء التنمية أو عدم التنمية هو سبب في زيادة هشاشة الشعوب وإيساء هذه التغيرات المناخية. هنالك حلان. الحل الأول هو التخفيف من حدث هذه الكوارث بطريقة تقنية من أجل تقليص المخاطر التي تواجهنا، مثل تخفيض الحرارة وتخفيض انبعاثات غازات الانحباس الحراري. وهنالك التكييف، أي تحويل المجتمعات والأفراد للتوصل إلى القدرة على الصمود، أي تمكين المجتمع على الرد أو التصرف التحرك عندما تحل بهم هذه الكوارث. ويمكن للتكيف أو التكييف أن يتخذ شكلين، أولا من خلال تكييف تسلسلي بالرد بطريقة دقيقة وظرفية، وهذا يسمح للمجتمع والفرد بأن يواجه الأزمة الكارثة أيا كان نوعها. وهنالك نوع آخر من التكيف، وهو التكيف التحويلي، وهو طويل الأمد، يقضي بتغيير هيكلي ومعمق لطريقة عيشنا، لعاداتنا اليومية، لنظمنا الإنتاجية الصناعية الزراعية وغير ذلك. وليست كلفة هذان النوعان هي نفسها، فالتكيف الأول مكلف، والتكيف التحويلي لها كلفة مباشرة يحمل عبئها الشعب المحتاج. وهذه القدرة على الصمود أصبحت أمرا محتما، وحتى لو أن المجتمعات كانت هشة يمكنها أن تأمل بأن تصبح قادرة على الصمود لكي تواجه المخاطر التي تحيط بنا. ولكن المشكلة مع القدرة على الصمود هي أنها تحمل معاني مختلفة وفقا للفاعلين المختلفين، وفي بعض الأحيان قد العمل عليها قد يؤدي إلى تدهور في الأحوال. وهناك من يعتبر بأن القدرة على الصمود سوف تسمح للمجتمع من خلال تحولات تدريجية والتكيف بأن تتصرف بطريقة مستدامة وأكثر مسؤولية. في الوقت الحاضر القدرة على الصمود ما زالت حبر على ورق، وهي تثير أسئلة كثيرة. من الذي يقرر بأن هذا يناسب هذا المجتمع وهذا الفرد؟ وما هو نوع الدولة الذي أن يتجه نحوه؟ ومن الذي هذه مسألة تدخل في إطار الديمقراطية، فمن يقرر باسم الفرد؟ وهذا المفهوم هو مفهوم أيضا يطبق على النظم، وإذا كان النظام قادرا على الصمود فهذا لا يعني بأن مركبات هذا النظام قادرة على الصمود. فإذا كان الفرد قادرا على الصمود هذا لا يعني بأن المجتمع برمته قادرا على الصمود. إذن علينا أن نعرف نحدد السياسات الموجهة لتنمية القدرة على الصمود. هنالك أيضا سؤال سياسي يتعلق بالعدالة البيئية. إن القدرة على الصمود يمكن أن يستغلها البعض ويلقي بكل ثقلها على الأكثر عوزا وهشاشة من خلال وضع أدوات قيد التنفيذ من أجل تجنب آثار هذا التغير المناخي. إن الأكثر ضعفا والأكثر عوزا هم الذين قد يخضعون لسياسات تطبيق مفهوم قدرة على الصمود دون القدرة على المشاركة، ولأن ليس لديهم وصول إلى السلطة. إذن في نهاية المطاف تطرح القدرة على الصمود أسئلة تتعلق بنواح كثيرة من حياتنا، إنما تسمح بجعل السياسات المحلية الوطنية الدولية تتقدم
الوطن، وإنما هذا المفهوم يحمل في طياته خطرا، إذ أن هنالك رهانات أخلاقية سياسية ديمقراطية تسائل سياستنا على المستوى المحلي والدولي من خلال هذا المفهوم.